طيب ناخذ مانيبيوليتر ار، روبوتيك مانيبيوليتر ار. روبوتيك مانيبيوليتر ار راح يكون عندي عدد من الجوينت. هذا اللي سميناه اند افكتر من هون اللي بده يمسك. مثلا ممكن يكون عندي هون هاي البيس. عندنا مجموعة من الجوينتس هاي اللي موجودة هون، طبعا هذا الرينج، رينج الباور مش محدد هون، هلا ممكن يكون لو باور، يعني يكون حجم الروبوتيك ارم البيلود تبعه كله مثلا نص كيلو وهو نفسه وزنه حوالي 10 كيلو، فراح يكون عندي هون يعتبر لو باور. وفي بعضهم بيكون هاي باور. يعني في روبوتيك ارم فرجيته لطلاب، بعرف سيميليتر، بتذكر في حد بتذكر؟ هو الروبوتيك ارم ضخم وفي اخره في كرسي وشاشه وواحد قاعد فيها وعماله بيعمل بحرك الشخص هذا بحيث انه يحس كانه هو في السين اللي موجود هون. هذا طبعا رح يكون البيلود عالي تبعه، يعني البيلود بده يحمله 100-150 كيلو وهو نفسه يمكن يكون وزنه طن. هذا بده يصير ميديوم لهاي باور. هلا انا ما بعرف، انا مش متاكد الصحيح هون ايش الاستخدام اللي هذا هون. عاده رح نستخدم ستيبر موتورز. والفيدباك احسن نوع فيدباك اذا متوفر انه يكون عندي ابسولوت شافت انكودرز. مش انكريمنتال؟ انا بتوقع الابسولوت افضل. هلا ممكن بيستخدموا انكريمنتال ما بعرف، بس الابسولوت بعطيك مباشره البوزيشن. هون ستيبر موتورز، وطبعا ستيبر موتور بده يجي معاه درايفر. وممكن اعمل مايكرو ستيبنج، رح نحكي ايش المايكرو ستيبنج، او هاف ستيبنج او فول ستيبنج حتى ازيد الريزولوشن تبع هذا السيستم. اتحكم بالاكيورسي لدرجه كثير بريسيز عالي جدا. نعم، بس انا بتوقع لازم يكون عندك فيدباك، لازم يكون عندك فيدباك. الميديوم باور، هلا لو كان حجم الباور اكبر شو ممكن نستخدم؟ هلا ممكن اي سي سيرفو، انا ما بعرف الصحيح، انا عم بحكي عمالي يعني من عقلي ما بعرف، مش متاكد هل اي سي سيرفو موتور مثلا مناسب، وهل بيستخدموا شيء زي هيك او مثلا دي سي موتور. طبعا ما بعرفش هذا، شوفوا اطلعوا اذا في جيبوا فيدباك عليه، بس بتوقع هذا التطبيق شائع نستخدم سيرفو ستيبر موتور وذ ابسولوت او انكريمنتال. اذا اضطريت اني استخدم انكريمنتال الابسولوت افضل. اذا طفيت السيستم ورديت شغلته بالابسولوت شافت انكودرز مباشره الروبوتيك ارم بيعرف وين البوزيشن تبعه والاورينتيشن تبعته. اذا طفيته وشغلته هو انكريمنتال شافت انكودر، شو بده يضطر يعمل؟ بده يرجع يعمل زي ريسيتنج او يعمل ريبوزيشننج للنيوترال بوزيشن او الاوريجينال بوزيشن حتى يلاقي الماركرز. في ماركرز معينه بتعطيه وين البوزيشن تبعه اللي هو، حتى يعرف وبعدين يصحح يعمل كوركشن من عنده. الانكريمنت ابسولوت شافت انكودرز بتعطيه مباشره البوزيشن تبعه، اطفي الكهرباء وشغلها واطفيه شغله مباشره بيعرف وين هو موجود.